اهلا رح ابتدي معك دكتور درع. مثل ما تابعت معنا في التقرير دائما بنشوف الهلال الاحمر في مختلف بقاع العالم يحمل رساله انسانيه ونبيله في المجتمعات المختلفه، وكذلك يغرس روح وحب التعاون بين المتطوعين. ما رايك في هذا الامر؟ احنا دائما نقول طبعا التطوع هو حياه. من يعني يريد يعني يذوق طعم الحياة فليتطوع، لأن دائما أي عمل مقابل أجر هو أنت تنتظر عمل مقابل أجر إلا التطوع. صحيح. التطوع ما تنتظر أجر إلا من الله سبحانه وتعالى. فالتطوع يعني له، إحنا حتى إحنا في التدريب والتطوير نقول إذا أردت أن تصقل شخصيتك وذاتك فاذهب تطوع، لا تروح تشتغل في عمل رسمي. روح تطوع. ليش؟ لأن التطوع هو احتكاك، هو اكتساب خبرات، اكساب أيضا خبرات له لذة. يعني حتى لو قعدت يعني أنت في العمل مثلا 8 ساعات 9 ساعات ممكن تزهق وكذا، لكن ممكن تجلس 15-16 ساعة في عمل تطوعي ما تحس فيه. ليش؟ لأنه قدر يلقى نفسه، تحسه لأنه حصل نفسه وحصل ذاته موجودة. إحنا دائما نقول في أيضا في التنمية البشرية نقول في شيء اسمه التوافق الذاتي. الشخص لما يكون عنده توافق ذاتي مع ذاته يحس بطعم الحياة، وأهم المناحي في هذا الموضوع هو التطوع. صحيح. ولذلك احنا نحيي صراحة الهلال الأحمر القطري وكل الجمعيات صراحة التي تقوم على العمل التطوعي. نعم طبعا.